العذاب. إذن فكل رسول يأتي إنما يأتي على فساد، الفساد ده منتفع به ناس، وما دام فيه فساد وطغيان يبقى لازم فيه مفسود عليهم ومطغي عليهم. يوم لما يجي حد يثور على هذه المسألة، ودي مش بتبقى ثورة بشر، يثور على هذه المسألة يوم يتمسكوا به ويفرحوا، وعلى الأقل قلوبهم تبقى إيه؟ قلوبهم تبقى معاه، لأنه هيخلصهم من مين؟ من الفساد. هم يقولوا لا ده اتبعك إيه؟ أراذلهم. وكأن هذه المسألة تطعن في مين؟ تطعن في الرسول. يقولوا لا دي ما تطعنش بالرسول، ده دليل على أن الرسول كان وجوده ضروري عشان يخلص مين؟ عشان يخلص الضعاف دول مما إيه؟ فلا بد من ثورة، ودي ثورة مين؟ مش ثورة سائر كده في الأرض، لا ده ثورة الإيه؟ السماء على منهج الأرض، ثورة السماء على منهج الإيه؟ الأرض، ثورة السماء على منهج الأرض تيجي عشان تنهي الفساد. وقد يثور المدنيون عشان ينهوا فساد، هم يرون أنه إيه؟ فساد، ولازم يكون فساد ملحوظ. عمال هيؤيد ازاي؟ عمال الناس هتسقف لهم ازاي؟ ما هو اول ما تشوف ثوره كده هت ايه؟ تلتفت تلاقي ناس هتسقف لها، سقف لها مين بقى؟ المطحونين بالفساد. بس آفة السائر من البشر شيء واحد، ان السائر يظل سائرا، هذه الآفة. عايز كل يوم يعمل دوشه، ولكن السائر الحق هو الذي يسور ليهدم الفساد ثم يهدأ ليبني الأمجاد. اهدأ، ما تتنكش بقى الحكاية بتاعتك دي عاملها كده ومسلط السيف على الكل. والسائر هو الذي يجي عشان أهل الفساد اللي طغوا على الناس يرد مظالم الناس لهم، ثم لا يضع القوم الذين طغي عليهم على رجله ويرفص التانيين برجله، لا، حط الاثنين بقى على رجلك، حط الاثنين على رجلك عشان تستقيم الامور وتذهب الاحقاد، ويعلم الناس كلهم انما انك ما جئت ضد طائفه، انما انت جئت ضد ظلم طائفه، فاذا اخذت من الظالم واعطيت للمظلوم فاجعل الاثنين سواء امام عينك بقى. ومن هنا يجيء الهدوء. يبقى السائر الحق هو ايه؟ هو الذي لا يظل سائرا، وانما يثور ليهدم الفساد ثم يهدأ ليبني الامجاد. والى لقائنا اخر ان شاء الله.